السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان زيارة ومفاجأة. يتناول هذا الدرس فضل زيارة المريض، فهي تخفف عنه الآلام وتدخل على قلبه السرور، وثوابها عظيم عند الله تعالى. وهذا ما فعلته بطلة درسنا اليوم، وهي اسمها مريم. قد قامت بزيارة المستشفى 57/3/57، وحملت معها الهدايا للأطفال، وكانت تمنح كل مريض ابتسامة لعلها تخفف عنه ما يشعر به من الآلام والمعاناة. والمفاجأة التي وجدتها هناك أنها وجدت زميلتها فاطمة مريضة بالمستشفى، وهي لم تكن تعلم ذلك، ووعدتها بأنها ستزورها الأسبوع القادم. في الصورة التي أمامكم نجد بعض أصدقاء أو بعض طلاب المدرسة وهم في زيارة إلى مستشفى 57/3/57. هنا مجموعة من الصور توضح أيضا هذه الزيارة. كانت زيارة في منتهى الجمال والروعة، حيث قمنا بزيارة إلى مستشفى 57/3/57. هيا معا هيا نبدأ معا بقراءة الدرس. جلست مريم مع أصدقائها في المدرسة وقالت لهم إنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57/3/57 مع والديها يوم الخميس القادم، لأنه عطلة رسمية، وسوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال. وعرضت عليهم الفكرة، فرحبوا بها جميعا واقترحوا أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مماثلة على مدى أسابيع الثلاثة القادمة. في صباح يوم الخميس توجهت مريم في صحبة والديها ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى الذي وجدته غاية في الجمال والنظام. الطرقات واسعة ونظيفة، المكان هادئ تماما، حجرات المرضى الزجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. كانت مريم تنتقل بين ردهات المستشفى تزور الأطفال المرضى، وكانت تعطي هدية لكل مريض تدخل حجرته، تسأل عن أحواله وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما يشعر به من آلام وتعب. جميل، احنا كده الجزء الأول من الدرس عرفنا أن صديقتنا مريم سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57/3/57 مع في صحبة من؟ والديها يوم الخميس القادم، واختارت يوم الخميس القادم لأنه عطلة رسمية، بالتالي ستكون هي في إجازة وتستطيع أن تذهب، وسوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال. عرضت هذه الفكرة على أصدقائها في المدرسة ورحبوا بها واقترحوا أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مشابهة لهذه الزيارة. في صباح يوم الخميس توجهت مريم في رفقة والديها ومع بعض الهدايا إلى المستشفى. كيف وجدت مريم المستشفى؟ غاية في الجمال والنظام، الطرقات واسعة ونظيفة، المكان هادئ تماماً، حجرات المرضى الزجاجية مجهزة ومعدة بأحدث الأجهزة الطبية. كانت مريم تنتقل بين صالات المستشفى تزور الأطفال المرضى. ماذا كانت تفعل مريم؟ كانت تعطي هدية لكل مريض تدخل حجرة وتسأل عن أحواله، وتعطيه أيضا ابتسامة لعلها تخفف وتزيل عنه ما يشعر به من آلام وتعب. نتناول أهم اللغويات. معنى كلمة القادم المقبل، عطلة إجازة، رحبوا استحسنوا، مماثلة
مشابهة، صحبة رفقة، غاية منتهى، مجهزة معدة. كلمة رادهات أي صالات، رادهات يعني إيه؟ صالات، تخفف عنه أي تزيل عنه، تخفف عنه تزيل عنه. كلمة ومضادها القادم، ضدها الماضي، عطلة عمل، مماثلة مختلفة، الجمال القبح، النظام الفوضى، نظيفة متسخة وقذرة، هادئ مضطرب وساخط، المرضى ضدها الأصحاء. عطلة جمعها عطلات، صباح صباحات، غاية غاي وغايات، نركز في الحاجات اللي بنيجي علينا، غاية جمعها غاي وغايات، الطرقة الطرقات، ردهات مفردها ردها، ردهات مفردها ردها، آلام مفردها ألم. درس أو بالجزء الأول، لماذا ستذهب مريم إلى مستشفى 57/3/57؟ ولما في هذا اليوم؟ لما اختارت يوم الخميس؟ لتوزع بعض الهدايا على المرضى، بس تذهب لزيارة المرضى وتوزيع أيضا أو توزع بعض الهدايا على المرضى. اختارت هذا اليوم لأن يوم الخميس عطلة رسمية. ما رد فعل زملاء مريم عندما عرض عليهم فكرة الزيارة؟ رحبوا بها جميعا واقترحوا أن تقوم كل واحدة منهن بزيارة مماثلة على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة. ما الذي كان مع مريم وهي في زيارتها للمستشفى؟ هدايا للمرضى. جميل. هيا نكمل معا أهم الأسئلة. صف لنا المستشفى كما فهمت من الدرس. المكان غاية في الجمال والنظام، الطرقات واسعة ونظيفة، المكان هادئ تماما، حجرات المرضى الزجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. ماذا كانت تفعل مريم عندما كانت تنتقل في ردهات المستشفى؟ كانت تزور المرضى وتوزع عليهم الهدايا وتمنحهم ابتسامات لعلها تخفف عنهم ما يشعروا به من آلام وتعب. لماذا كانت تفعل ذلك؟ حتى تخفف عنهم أحزانهم وآلامهم. هيا نكمل باقي الجزء الأول من الدرس. وفجأة لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها، وقد ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها، متطلعة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شرود. لم تصدق مريم عينيها، إنها فاطمة زميلتها في المدرسة منذ العام الماضي، والتي كانت مريم تعتقد أنها انتقلت إلى مدرسة أخرى، فهي لم ترها منذ بداية الدراسة. فتحت مريم باب الحجرة بهدوء قائلة: فاطمة، صديقتي فاطمة العزيزة، لم أتوقع أن أراك هنا، كيف حالك؟ منذ متى وأنت هنا؟ في الجزء ده في أثناء زيارة مريم وتنقلها بين صالات المستشفى، على غير توقع لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها، قد ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها، وهي متطلعة ناظرة إلى جدران الحجرة في عدم انتباه أو تركيز. في هذه اللحظة لم تصدق مريم عينيها، إنها من؟ إنها فاطمة زميلتها في المدرسة منذ العام الماضي، وقد كانت مريم تعتقد أنها انتقلت أو ذهبت في العام الدراسي الجديد إلى مدرسة أخرى. فهنا في هذه اللحظة فتحت مريم باب الحجرة بهدوء قائلة: فاطمة صديقتي العزيزة، لم أتوقع أن أراك هنا، كيف حالك؟ منذ متى وأنت هنا؟ هيا نكمل معا باقي أهم اللغويات. فجأة على غير توقع لمحت، أي رأت، هدوء سكون، متطلعة أي ناظرة، شرود عدم تركيز، هبت
اندفعت هدوء اضطراب مضادها اضطراب وضوضاء، مضاد هدوء ضوضاء اضطراب وضوضاء، والمعنى يعني الأقرب لنا اللي احنا عارفينه ضوضاء. شرود انتباه وتركيز، هنا طبعا مضادها هناك. ناخد المفرد والجمع، نركز في الجمع ده عشان كتير بيحلوا غلط. سرير جمع أسرة وسرر وليس سرائر، سرير تاني جمع أسرة وسرر. ذقن أذقان، أخرى أخريات. رأس رؤوس وأرقص، تاني نركز في كتابتها، رأس رؤوس وأرقص. ناحية نواحن. هيا نكمل معا أهم الأسئلة. ما المفاجأة التي كانت تنتظر مريم وهي تنتقل في المستشفى؟ رأت مريم زميلتها فاطمة بين المرضى. صف لنا حال فاطمة كما رأتها مريم. مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها وقد ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها، متطلعة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شرود. لماذا كانت هذه مفاجأة؟ لأنها كانت تظن أنها انتقلت لمدرسة أخرى. من التي كانت تظن؟ مريم كانت تظن أن فاطمة انتقلت لمدرسة أخرى عندما لم تجدها في بداية العام ولم تظن أنها مريضة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وبالمناسبة الدرس في منتهى الجمال يعطينا عن ضرورة أهمية زيارة المريض، وفي نهاية الدرس أيضا سنتعرف على آداب زيارة المريض. أتمنى منكم إن شاء الله كل واحد منكم يحاول يكون زيارة مماثلة لمستشفى 57357 أو بعض المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال. شكرا جزيلا وأشوفكم على خير إن شاء الله في الجزء الثاني.